العودة مع أجمل القصص يقدمها لكم مراسلونا من مصر، فلسطين والمغرب. مرحبا بكم. أسباب ظاهرة ولادة التوائم في الإسماعيلية بين الحقيقة والشائعة. عمر السعدي وهواية جمع وإصلاح المركبات القديمة في فلسطين. ميناء أبي رقراق السياحي بين سلا والرباط. تدور الإشاعات بين أهالي قرية أبو عطوة التي تشتهر بزراعة المانجو حول مسألة ما إذا كان أكل هذه الفاكهة هي السبب الرئيس في إنجاب التوائم. تامر نصرت زار قرية التوائم في الإسماعيلية وعاد لنا بهذا التقرير. هناك أسباب كثيرة لزيارة الإسماعيلية، تلك المدينة الهادئة المطلة على قناة السويس والتي تشتهر بفريق كرة قدم له تاريخ حافل، وبزراعة الفواكه وخاصة الفراولة والمانجو، وأيضا بقرية صغيرة تمتلئ بالتوائم. إنها قرية أبو عطوة التي استقر بها عدد كبير من الصعايدة على مر التاريخ، واشتهرت بكثرة التوائم فيها لأسباب قيل فيها ما قيل. احنا معظمها صعايدة فكله في نسبة عرابة كبيرة. الحاجة الثانية، محصول المانجا ده في بعض العلماء أثبتوا إن في جينات أو في مادة في تركيبة المحصول بتكون عامل مساعد في إنجاب التوأم. كان نفسي أبقى معايا توأم، لأن ما خلفت معاذ قعدت يعني كام سنة، وبعد كده ربنا كرمني بالتوأم وتمنيتها يعني. وأنا عندي أخويا معاه توأم، بنت وولد، وابن أختي في مصر معاه توأم، وبنت عمي هنا معاه توأم، واقتريت يعني هنا المكان في أبو عطوة توأم كتير، هنا جايب توأم، وهنا بنتين توأم وشبه بعض جايين، يعني اقتريت المكان في أبو عطوة هنا وبالذات الشارع ده توأم من أبو شحيتة للشارع المشروع هنا. وهذا عمل كثير لطبيب القرية الدكتور أحمد عبد العظيم، الذي لا يتفق مع الأسباب المتعلقة بالمانجو أو المياه الجوفية أو غيرها مما يساق من قبل أهالي أبو عطوة. لا هي دي إشاعات، لكن المانجا ملهاش علاقة بالتوائم، والناس كلها بتاكل مانجا وأنا أكتر واحد بياكل مانجا ما جبتش توأم. ممكن يكون في عندنا العامل الوراثي، إن ناس مولودة توأم وبتولد توائم، وممكن عندنا كمان العامل التنشيطي اللي احنا بنعمله بقى، احنا بننشط، زي الحالة اللي لسه موجودة عندي على السونار دلوقتي، دي جت وبتقول لي نفسي احمل في توأم، فانا بنديها منشط وبندي جوزها في نفس الوقت بحيث ان التنشيط يبقى مزدوج، وربنا كرمها حملت في توأم. ما اقدرش اقول ان كل حاله بتدخل في المجال ده او بتيجي عشان بتجيب توأم، لا، ده دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. انا بفهمها ان احنا بنعمل اللي علينا، وكون انها تجيب واحد او اتنين دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، بس ساعات بتضرب يعني، في واحده عندي، في اتنين عندي، مش واحده حامل في ثلاثه. المقصود بالعامل التنشيطي هنا هو إعطاء أدوية تحفز هرمون التبويض الطبيعي أو تحفز المبيضين على إنتاج عدة بويضات، ليسهل على الحيوانات المنوية تخصيب واحدة منها، وذلك عند تأخر الحمل لدى بعض السيدات، وهذا قد ينتج عنه حمل بتوائم كأثر جانبي. أنا بالنسبة لنا حاجة من عند ربنا، لأن أنا ما خدتش منشطات ولا خدت أي حاجة. قرية أبو عطوة في الإسماعيلية تكاد تكون متفردة في شأن كثرة التوائم في مصر، وإن كانت هناك نماذج مشابهة حول العالم. ففي الشرق وتحديداً في شبه القارة الهندية تظهر هذه الحالة في قرية كودينهي في ولاية كيرالا. وفي البرازيل يقطن العديد من التوائم من أصل أوروبي وتحديداً ألماني في قرية اسمها كانديدو جودوي، وقيل عن توائمها إنهم نتيجة تجارب جينية قام بها النازيون. أما في الإسماعيلية فتمتلئ حياة التوائم بمواقف لا حصر لها من الطرافة. بابا من الأول ما كانش بيعرف، لأن كنت بغير البطاطين بتاعته،
وما كانش بيعرف ده مين وده مين، كانوا لسه صغيرين. انما دلوقتي عاد بعرفهم من بعض، واخواتهم برضو كانوا يسالوني ده مين وده مين. سيد كان بينزل يلعب عادي، كان بيروح كل يوم وكده، فيجا في يوم تعب راح جاي قال لي انا هطلع وانزل انت بدالي. طلع راح جاي نزلت انا بداله عادي ولا اي حاجه، لعبت زي ما هو سايب برضه. كان لما يعملوا يعني مشكله بره وزي كده، فكان حد يجي يشتكي، فكان يقول لي مثلا ابنك هاشم اللي عمل المشكله دي. لما اجي اضرب هاشم يقول لي انا مش هاشم ده انا عبد الرحمن، فاضرب فاروح اضرب اخوه الثاني، في الاخر اكتشف اني ضربت اللي هو مالوش ذنب. فكان يستغل الشبه بينه وبين اخوه انه ايه يتوهني، ما كنتش اعرفهم في الاول يعني. الظروف الاقتصاديه في القريه ليست على ما يرام، ورغم ان الناس بصفه عامه تفرح بالتوائم لانهم من اسباب الرزق، الا ان من ينجب التوائم قد يعاني على الصعيد المادي او لناحيه صعوبه التربيه والتنشئه. هي تربيتهم صعبه جدا، لان الاثنين ده يرضع لازم ده يرضع زيه، لو حد تعب الاثنين بيتعبوا مع بعض، وكل حاجة روح واحدة. لا أنا خلاص أنا حرمت لا توائم ولا غيره. حلوة أوي كده في الزمن اللي احنا فيه، تربيتهم صعبة والمصاريف والعيشة صعبة أوي يعني. احنا جبناهم في الرخص زمان، دلوقتي أقصى حاجة عيل أو اتنين، ولو جابوا واحد يبقى حلو. الغلا اللي احنا فيه والأيام اللي احنا بنعيشها الأيام دي ما شفناهاش قبل كده بصراحة، بصراحة ما شفناهاش قبل كده. فبالتالي اللي مش عايز لا هيعوز، هيعوز يجيب عيل او اتنين عشان يعرف يعدي بيهم. انا واختي توأم، ولما اتجوزت ربنا كرمني برؤية ورؤية توأم. قلت لك مش قادرة على تربيتهم، امال ماما قدرت على تربيتنا ازاي؟ كانت بتشد في شعرها. عيادة الدكتور عبد العظيم أصبحت مقصدا للراغبين في إنجاب التوائم بعدما اشتهر الطبيب بهذه الولادات. أنا ما كنتش عامل إحصائية عشان ما كانش الموضوع في دماغي قوي، لكن أقدر أقول لك إن ممكن في السنة أكتر من 30 حالة. كان عندي اخر واحده مخلفه 5 وعايزه اجيب توأم. بقول يا ستي كفايه عليك، انت معاكي 5 عيال هتعمل بيهم ايه؟ قالت يا دكتور نفسي اجيب توأم، اعمل ايه؟ العدد التقديري لتوائم ابو عطوة يفوق 500 في مختلف الاعمار، ومنهم من لا يحبون التصوير خوفا من الحسد، وغالبيتهم يتوقون لان يرزقوا بتوائم حتى مع كثره المصاريف. أول سيارة صنعها عمر السعدي كان في سن 14. عمر يهوى جمع وتصليح المركبات القديمة وتحويلها إلى بيت فيه كل مقومات الرفاهية أو إلى مطعم متنقل. التفاصيل مع خالد قاسم من فلسطين. هالسيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يكفش هدفش، يحكوا عن ورشة تصليح وما عرفنا وين الورشة. والسيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يكفش هدفش، يحكوا عن ورشة تصليح وما عرفنا وين الورشة. في ورشة الحاج عمر السعدي يصارع أبو حمزة لإعادة هذه المركبة إلى الحياة من جديد، رغم أنها تكبره ب3 سنوات، فقد صنعت في العام 1952. وين وصلت بالضبط؟ فكيت النابة وفكيت فردات البريك منشان أضبط البستونات. البستونات اللي فيهم جلود منشان يعطوا ضغط ويمسك العجل. طيب هلا مرحلة مرحلة. اختلفت ألوانها واختلفت أنواعها وتوافقت في قدمها، وجميع هذه المركبات التقت عند الحاج عمر السعدي الذي مزج الصنعة بالهواية، حيث يجمع المركبات القديمة ويعيد إليها الأمل بعودتها إلى العمل. سيدي الله يرحمه، أنا بقيت في سيارة مرسيدس بقت له، دائما أنام فيها ألعب. أنا تقريبا بقى عمري 5-6 سنين. من هذاك اليوم يعني عشقت السيارات. هذول بحاول أنا أنقذهم، بشوف وين في سيارة قديمة، وين في سيارة قديمة بحاول أنقذها، لأن إذا ما انقذتهاش تروح على الحديد. بحاول إيش أرجعها كيف كانت بالديزاين بالزمانات.
تنصنعت ارجعها، يعني بلاقي شعور حلو. تمر المركبات القديمة بعدة مراحل من التأهيل حتى تصبح قادرة على السير، أو على الأقل قادرة على البقاء بعد أن فقد الأمل بعودتها إلى الشارع. بنعيد تأهيلها من الصفر. أول شغلة بنشتغل فيها دائما السيفتي والبريك والهاند بريك، هذا بنهتم فيه أكثر شيء، لأنه هذا للسيارات الكلاسيكية القديمة أهم شيء يكون 100% مش 99%، هذا أهم شيء بالسيارات القديمة. بنبلش بنا فيها بالبودي بالموتور من الصفر، بنعيدها للهيكلية تبعتها الأصلية. وهنا لم يكتف عمر بصناعة أو إعادة تأهيله المركبات، بل صمم هذه السيارة على ذوقه الخاص لتكون مكتبه وغرفة نومه ومهربه من متاعب الحياة، ففيها كل مقومات الرفاهية إلى حد كبير. أفضل سيارة وأكثر سيارة بحبها هي مرسيدس 190 ديل 65، بس فيها كل شيء بخطر على بالك، يعني فيها زي بيت متنقل، زيت زيتون، مي، كهرباء 220، قاتل ناموس، كافي ماشين، إكسبريسو، شاي، شو ما بخطر على بالك جوا هالسيارة. أول سيارة صنعها الحاج عمر السعدي كان عمره 14 عاما، كانت عبارة عن مواسير موتور خلاطة باطون تعمل بالبنزين، والسيارة الثانية سيارة صغيرة تعمل على الكهرباء. هذه المركبة القديمة في طريقها إلى أن تصبح مطعما متنقلا بعد إجراءات التعديل والتجديد. أما هذه الحافلة فتبدو في الثمانين من عمرها، فكل شيء فيها يوحي بذلك، لكن الحقيقة لا تعكس المشهد. لا شو 80 سنة، هذا بس تقريبا 3 سنين عمره. هذا انصنع عشان يستخدموه بفيلم، استخدموه وصممناه. صممته وصنعته عندي بالمحل بفترة فقط 5 شهور، استغرق 5 شهور فقط بس ليل نهار بدون توقف. صمم، جبت تراك، أخذت بس الشاصي والموتور والعجال وكلياته، هذا على الإيد يدوي بنا. استخدمت فيه أشياء تراثية قديمة زي الساعات، زي الأضواء، وزي زمور الحرب العالمية الثانية أنا بشرح لك عنه. استخدمت كل شيء قديم، البنا بالتصميم سنة 37. من لم يشاهد مثلي الحافلات التي أقلت اللاجئين الفلسطينيين عام 1948، صنع له عمر حافلة اللاجئين وترك التفاصيل للتاريخ. مينا أبي رقراق السياحي من المغرب بعد الفاصل. واجهتان نهريتان تحولتا إلى ممشى جماعي مفضل لدى سكان الرباط وجارتها سلا. الانتقال على ضفتي نهر أبي رقراق يتم بقوارب خشبية تتحرك بتجديف يدوي. التفاصيل مع عادل الزبيري من المغرب.
يقودنا أمين بن ميمون مدير المارينا في جولة في الضفة الجنوبية لنهر أبي رقراق. هذا الفضاء مفتوح بالمجان أمام سكان المدينتين المتجاورتين سلا والرباط. كنتواجدوا في الميناء الترفيهي ديال أبي رقراق مارينا في الضفة اليسرى سلا. هذا الميناء فتح الأبواب ديالو لي بليزونسي والمواطنين والزوار في مارس 2008، وهذه 11 عام تقريبا. اليخوت والبواخر اللي كنستقبلوها كل عام كيتزاد كل عام العدد ديالها. كنا كنستقبلوا واحد العدد صغير ديال البواخر المغربيه. محمد الحيمر 61 عاما، كبير المراكبيه المغاربه من العاملين في نهر ابي رقراق الفاصل بين العاصمه المغربيه الرباط وجارتها مدينه سلا. يقدر الحيمر أن القوارب الخشبية تواجدت هنا في نهر أبي رقراق قبل 5 قرون. أنا فليكي أبان عن جد. فليكي هو واحد شخص كتعتبر من الذاكرة ديال المنطقة، والمنطقة عندها تاريخ اللي كان هو طريقة وصل ما بين الشمال والجنوب، طريقة وصل عبر نهر أبي رقراق. في الضفة الجنوبية في مدينة سلا تستقبل مارينا أبي رقراق 250 قاربا عصريا ويختا في مرسى مجهز ومحروس. ما يمكن الزائر الراسي بقاربه من اكتشاف موقع مغربي تاريخي يتواجد عند أقدام المحيط الأطلسي. فضاء عمومي، الناس كيجي واللي بغى يجي يتمشى مع الاصدقاء ديالو ولا العائله ديالو، اللي جا بغى يشرب قهوه، اللي جا بغى ياخذ ياكل شي حاجه، كاين العديد من المطاعم، وكاين كذلك الانشطه الرياضيه، كاين اللي كيجيب الوداد ديالو في الويكاند ولا هذا، باش يلعبوا شويه ديال الكاياك، شويه ديال التجديف، شويه ديال لافوال، الجيت سكي. في مطلع تسعينيات القرن العشرين أخذ الحيمر المبادرة فأسس تعاونية للمراكبية من أصحاب القوارب الخشبية من العاملين في نقل المواطنين بين ضفتي نهر أبي رقراق. شي راضي وشي ما راضيش، ممكن حيت تتعرف واحد الفترة معينة تيكون الدخل ما هو دخل. المهم الانسان ترى تيجي تيجلس وصافي وداك الدخل هو اللي تيخلي الانسان يتقلق، لانه ما عندوش واحد المدخول اللي هو قار باش يمكن له يساير اليوم ديالو العادي والمناسبات والدراسه والمشاكل الكرا ديال الظلمه. تقترح مارينا سلا والرباط برنامج أنشطة ملون يجمع الرياضي والاجتماعي والثقافي والترفيهي طيلة السنة لفائدة سكان مدينتي سلا والرباط. وجزء من الأنشطة يكون مجانياً. الحمد لله هذه السنوات الأخيرة لاحظنا بأن الناس تفهموا، بالخصوص أن احنا رجعنا كنديروا العديد من الأنشطة. على سبيل المثال غنديروا السينما بلانير،
هذه التروزيام ايديسيون ديالو. كيجيو الناس كيتفرجوا فيلم اون بلان اير، جالسين كياكل البوب كورن، كياخذ واحد المشروب ديالو وكيتفرج. في بداية عقده السادس من العمر يعترف الحيمر بأن التعب أصابه في تدبير المراكبية على ضفتي نهر أبي رقراق. الحيمر يطالب بحماية اجتماعية للمراكبية باعتبارهم تراثا تاريخيا وإنسانيا. الاقتراحات اللي كاينه ديال الاخوان هنا تيقول لك سي الحمر شوف لنا شي شركه تدخل شوف تاخذ هذا المشروع. انا تنقول لهم انا بالنسبه لي راه الذاكره راه ماشي هي الشركه، الذاكره هي نتوما، نتوما تبقاو فليكم كتشتغلوا ولكن بنظام وباحترام الاعراف اللي خلوها جدودنا. يجد سكان المدينتين الجارتين سلا والرباط من الباحثين عن فضاء جماعي للتمشي ضالتهم على ضفتي نهر أبي رقراق. من مصر، فلسطين والمغرب كانت محطاتنا لهذا اليوم. تحيات فريق العمل ومني أنا مها عبد الله، نلتقيكم الأسبوع المقبل.